بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فشكر الله إمامنا حيث أسمعنا كلام ربنا من أول القصص والخبر في القرآن الكريم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك، من المخاطب هنا؟ المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خبر وخطاب أيضا مضمن لأمته. وإذ يعني واذكر، واذكر إذ قال، وهذا تذكير للنبي عليه الصلاة والسلام بقضية لم يشهدها، بواقع لم يشهده، يخبره الله جل شأنه بما جرى في الملكوت العلوي من قديم، من قبل خلق آدم. وهذا الخبر لا تجده إلا بالوحي. وهل يمكن للبشر أن يأتوا بهذا الخبر إلا من عند الله جل شأنه؟ هذا الخبر مبدأ هذا الحوار، هذا الخبر من الله للملائكة في أول الأمر كان قبل خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة، إذن الله قال للملائكة قبل خلق آدم بزمن، الله أعلم كم، والدورة الزمنية في الدنيا تختلف عن واقع الأمر هنالك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من هو المراد؟ من هو الخليفة؟ آدم عليه السلام. خليفة، القول المرجح عند المفسرين على التحقيق أن المراد به يعني كما قال الله خلائف، أن بني آدم خلائف يخلف بعضهم بعضا، يعني ليس رجلا واحد ينزل ولا رجل وامرأة، إنما هم خلائف نسل يكون بعد ذلك، والملائكة يفهمون كلام ربهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا المعنى المرجح، وعلى تفسير آخر يعني استخلاف، إني مستخلفكم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، هذا جواب الملائكة حينما أخبرهم الله، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا في هذا الرد فوائد. الفائدة الأولى، ما الذي أعلم الملائكة بأن هؤلاء البشر بعد ذلك إذا تناسلوا من آدم أنه يكون منهم الإفساد في الأرض والتقتيل، يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ من الذي أخبر الملائكة؟ قال العلماء، تكلم العلماء عن سبب ذلك واجتهدوا، قالوا لعل خلقا كان قبل آدم على الأرض حصل منهم هذا الأمر، فهم يعلمون هذا بالتجربة من سكان الأرض. والقول الآخر لعله الأرجح، قالوا لأنهم عندهم قدرة، أمكنهم الله على الاستنتاج والقياس والمعرفة. وقال قوم أنه كان الذين كانوا قبل البشر على الأرض الجن، وكان منهم مقتلة. على كل حال أطلعهم الله، أقدرهم الله على أن يستنتجوا هذا الاستنتاج، أتجعل فيها من يفسد فيها، تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني كأن المعنى أنه فيه نوع من المنافسة، يعني نحن قائمون بعبادتك يا رب، وهؤلاء قوم سوف يفسدون. وهذا يحمل على التنافس في القرب من الله، القرب من الله، وهذا مشروع
لا على المعنى السيء للتنافس وهو التحاسد. والملائكة قوم لا يعصون الله، مفطورون على الطاعة، لكن عندهم إحساس وعندهم شعور وعندهم فهم للأمور، وهم على غاية ما يكون من امتثال أمر الله، مسخرون هكذا، يسبحون الله الليل والنهار، لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. أتجعل فيها من يفسد فيه؟ وهذا السؤال أتجعل فيها ليس على سبيل المجادلة أبدا، وإنما هو على هذا الباب. ومن هنا من ضمن الفوائد فائدة تتعلق بسياسة من تحت أيدينا من أهل، من زوجة وأولاد، بنين وبنات. لاحظ هذا المعنى، يعني هذا معنى المشار إليه، مما نبهت إليه وإشارت إليه هذه الآيات في هذا الرد. انتبه حينما تتعامل مع أهلك وأنت صاحب القوامة، صاحب القوامة، انتبه إذا قررت قرارا أو أجريت أمرا أو وهبت هبة أو أعطيت عطاء، فاسلك سبيل العدل. وإن كان في تقديرك أنك فعلت العدل لكنه يتفاوت في الظاهر، واعترض عليك من اعترض من الأهل بما يحس، فلا تفسر هذا بأنه لا، بأنه خرج عن الطاعة أو أنه عاق، لا، إنما هو ينطلق من إحساسه وشعوره، وأنت هنا بمنزلة الحكم، وهو أحد الخصمين أو أحد الطرفين. فلاحظ هذا المعنى، وأنت لست في قضية حكمية تحكم فيها بقضاء، وإنما أنت مطالب بالعدل، ومطالب أيضا بمراعاة المشاعر والشعور والإحساس. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا المسلك تعليما من ربه له، لما أهدي إليه طعام وهو عند عائشة، أهدي إليه الطعام من بعض نسائه، يعني من ضرات عائشة كما هو المصطلح ضرة، لأنها زوجة أخرى. لما جاءه الطعام غارت عائشة، كسرت الآنية، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضحك وقام بنفسه ورفع وقال طعام بطعام وإناء بنا، يعني عليك الغرم، كسرت إناءها، هناك إناء، أعطيها إناء بدله. وضحك النبي وقال غارت أمكم. هذا مسلك عظيم في التربية، إذا شعر أهل البيت بهذا الإحساس وهذا التعامل من صاحب القوامة فيه، صاحب الإدارة، ارتاحوا واطمأنوا وسكنوا. وإن ظهرت معارضة في البدء، تراكم مثل هذه الأحداث الطيبة توطنهم على الطاعة والتقدير والاطمئنان. نعود إلى الآيات. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأراد الله جل شأنه، ما معنى إني أعلم ما يقين الملائكة تعلم أن الله يعلم أشياء ما لا يعلمونها، بل الأصل أنهم لا يعلمون إلا القليل، لكن هذه تربية من الله أيضا وتنبيه. إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال الله أخبره وعلم آدم الأسماء كلها. يريد الله جل شأنه أن يظهر علما عند آدم بعد أن خلقه، أن يظهر يعني قبل أن يهبط آدم الأرض، قبل أن يستخلق في الأرض أو يجعل خليفة في الأرض، يهبط كما جاء في الآية بعدها، قال وعلم آدم الأسماء كلها. الواو هنا العاطفة تفيد فقط مجرد التشريك ولا تفيد الترتيب الزمني مثل ثم والفاء، يعني هل هو قبل أو بعد، هذا لا تفيده، لا يفيده هذا العطف، وإنما يفيد التشريك. نعم حصل كذا، وحصل أن الله علم آدم، متى هذا التعليم؟ قبل. على كل حال قال الله علم آدم الأسماء كلها، أي أسماء؟ كل شيء،
كل شيء، يعني علمها اللغة بتفاصيلها بالأسماء، هذه سماء، هذا أرض، هذا بحر، هذا نهر، هذه شمس، هذا طريق، هذا شجر، كل الأسماء، لا يخرج من هذا شيء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، عرضهم عرض أي شيء، هنا غلب جانب العاقل، عرضها، ما قال عرضها، عرضهم عرض هذه الأسماء، هذا العلم. ثم عرضهم على الملائكة فقال، عرضها في صورها، الأشياء المسميات، الأمور التي لها أسماء جعلها الله لها، عرضها على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا، الجواب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أراد الله أن يظهر فضلا عند آدم وهبه إياه حتى يعرفوا قدر آدم أيضا، وأمرهم بعد ذلك بالسجود لآدم، وهذا في بأمر من الله، لكن جاء في الشريعة، استقر الأمر بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام تحريم السجود لغير الله. السجود كان قبل تحية، لكن تمحيصا للتوحيد في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وتحريرا للتوحيد نهي عن السجود لغير الله حتى لو كان تحية. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعيد الناس إلى الجادة، وجاء ليكمل اللبنات، اللبنة الأخيرة يضعها النبي عليه الصلاة والسلام فيكتمل به الدين عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. الآن حصل الأثر على الملائكة، سبحانك، ونستفيد من هذا أن الإنسان يسبح عند التعجب، ويسبح إذا أخطأ، يسبح إذا أخطأ، لا علم لنا إلا ما علمتنا، نسب العلم لله وأنه من الله جل شأنه. وهذا الذي ينبغي، بل يجب على المؤمن أن ينسب العلم إلى الله، يقول الله أعلم، إذا جهل شيء يقول الله أعلم، وإذا علم شيء قال هذا من فضل الله علي والله علمني، ولا يغتر ولا يرى نفسه أنه هو الذي حصل بمجرد نفسه، بل لله هو الذي علم كما علم آدم. أختم فائدة والفوائد تطول أيها الإخوة حتى لا أطيل. استنبط بعض العلماء أيها الإخوة على أن اللغة العربية هي أصل اللغات، من مثل هذا الموطن في القرآن، وأن مبدأ اللغات اللغة العربية، واختارها الله جل شأنه لوعاء لكلامه في القرآن، للقرآن. وفي هذه المسألة خلاف، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا في دليل أيضا على أن اللغات توقيفية، أصل اللغات الأصلية توقيفية، هي بتعليم من الله، يعني الناس لم يصطلحوا على اللغة من اللغات الأصول. نعم هناك أشياء تراكمية وأشياء أضافها الإنسان ربما، لكن أصول اللغات من الله، وأصلها عند آدم. اختلف العلماء، هل أصلها عند آدم، هل آدم كان يتكلم العربية أم كان يتكلم أصلاً آخر من اللغات غير العربية؟ هذا خلاف نظري، والأرجح والله أعلم أن العربية هي الأصل، وفيه تقارب بين اللغة العربية واللغة العبرية. ولو رجعت إلى اللغات الأصلية لوجدت تقارباً في كثير من الألفاظ، وهناك لغات متحولة، وهناك لغات تغيرت لأنها ليست، لم يرد الله لها البقاء الأصلي. أما اللغة العربية فهي ثابتة، وجعل الله نزول القرآن عليها وبها، فكانت وعاء للقرآن في المصاحف وفيما يقرأ به. لو قرأ إنسان بغير العربية ما يصلح، ما يكون قرآنا، نعم تفسيرا معنى مترجما نعم. ومن هنا لا يجوز ترجمة القرآن إلى لغة غير عربية. طيب ماذا نقول في هذه المصاحف المترجمة؟
هذه ليست ترجمة للمصحف، ترجمة للتفسير، ترجمة للتفسير. انتبهوا لهذا. القرآن باللغة العربية نزل، فلا يجوز ولا يجوز تغييره أبدا، لكن يجوز يجوز ترجمة تفسير القرآن. ولا بد، وهذا ينبه عند التفاسير المعتمدة، ينبه على أن هذه ترجمة لتفسير لمعاني القرآن وليست ترجمة للقرآن. لا يجوز، القرآن نزل بهذا اللفظ فلا يجوز نقله إلى غيره إلا على سبيل التفسير والمعنى، فيترجم التفسير والمعنى. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.